لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله راكم صافا، إن شاء الله دوام الصحة والعافية. في موضوع اليوم راح نشوفوا فيديو توضيحي على لاباراي جيكستا بلوميريلار. بداية نيابة عن الجميع نشكروا دكتور الأصفر هو وكامل الطاقم الطبي نتاعو على كامل المجهودات الجبارة اللي راهم يقوموا بها في القطاع، ورب يجزيهم كل خير في ميزان حسناتهم إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. كيقول لكم كابيلار تعرفوا بلي المشكل راه هنا، كيقول لكم بودوسيت، هذو هما لي بودوسيت، خلايا ذات ارجل، بودوسيت، بودو رجل وسيت خليه. كيقول لكم تصفيه، شوفوا ملي راه تصرا تصفيه، كون تشوفوا فيها راه الدم تخيلوه راه يدور هنا جد، ومن هنا راه يصفى ويروح ويتشكل في الكانال دو ولا في لاكابسول في ليسباس دو بومان، هذا هو الاسباس دو بومان، ومن هنا يدخل في لي تيبول، راكم تشوفوا لي تيبول كيف دايرين، هذا جوست باش تدو فكره برك، وهذه هي لارتيريول افيرونت، وهذه لارتيريول، وهذه هي لاباراي جوكستا جلوميرولير، هكذا باش تدو فكره شكون. وصلنا لنهاية الموضوع، إن شاء الله يكون عجبكم، انتظرونا في المواضيع القادمة، أي جديد راح يكون في قناتكم باراميديكال دي زد توب إن شاء الله، تهلاو في روحكم، سلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.